500 ألف خطوة في الصين. حاولنا نسوي لكم دخلة أسطورية كذا إخراج، لكن تعرف أنا بالتمثيل فاشل. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. شرح مقدمة وبسيطة للسلسلة. أولا، السلسلة بدون مجهودي وتعبي لم تكون، صح ولا لا؟ عارفين وأنا عارف هذا الشيء، لكن مجهودي وتعبي بدون دعمكم وبدون مشاهداتكم وبدون تعليقاتكم الجميلة وهذا كله ما راح يكون له قيمة. فقررت يعني أخليكم تتشاركوا معايا في صناعة أفضل سلسلة في تاريخ المحتوى الأجنبي والعربي اللي حصير في الصين. السلسلة كالآتي: أنا حسافر أروح يمين يسار حتى جول حول الصين، بس أنتم اللي حتشاركوا معايا. راح تسألوا شادي وين حتسافر؟ ما بعرف، أنا حاليا في مدينة غوانزو. وريهم بالله هذا ثالث رابع خامس سادس، يعني من أطول الأبراج الموجودة في الصين. احنا حاليا في جنوب الصين، حنطلق من جنوب الصين إلين شمال الصين لأنه حاليا شتاء ففي موسم ثلج ومثلج. بعدين ما بعرف، أنا جايب خريطة تعرف عشان ما عندي وقت أسوي لكم موشن جرافيكس. جاهز؟ معليش ما عندي فريق انتاج، فانتم حتتشارك معايا بالسلسله وحنصير نصور وننزل فيديوهات بسرعه، وانتم حتصيروا تشوفوا مثلا على السناب شات والانستغرام خلف الكواليس. بسم الله وعلى بركه الله. الناس قاعدين يتطوروا ويسووا لكم موشن جرافيكس 3 دي، انا خريطه كاني مسافر رحله سفاري بالثمانينات. شوف عيش سفاري. احنا شوف هذه خريطة الصين، اوكي؟ احنا وين حاليا؟ احنا في غوانزو. احنا بغواندونغ في مدينة غوانزو، اوكي؟ في مدينة غوانزو حطلع حاليا اليوم من مدينة غوانزو الين شوف حسافر حنزل مقاطعة الياونينغ مدينة شينيانغ. بعد مدينة شينيانغ عندي صراحة كم امور يعني لازم اخلصها. بعد مدينة شينيانغ حننطلق على اكبر مهرجان ثلج في الصين، ومن هناك الرحلة وبداية السلسلة الحقيقية. سوف نقطع الين الملقوف هذا نيهو، اوكي؟ ودي اعطيكم تفاصيل زيادة لكن قسم لا انا ماني عارف، فنرجع الخطوة. هي في الخريطة تبدو سهلة جدا، you know you just point. لحظة، انا حاليا بغوانزو، ما حطلع من غوانزو على الشمال. فشوفوا اعطيكم محتوى اضافي، خلينا نزور اقدم مسجد في الصين، اعطيكم تفاصيل السلسلة واسمها لانه العنوان حيكون اسم الفيديو. بس خلينا حاليا نروح المسجد ونصلي وندعي انه الله يوفقنا في هذه السلسلة العظيمة والعظمة لله. لكن راح تشوفوا شيء باذن الله، اللي في أمه خير يلحق. بسم الله وعلى بركة الله. أقدم مسجد موجود في الصين تأسس قبل 1300 سنة، يعني يصنف من أوائل المساجد في العالم خارج المنطقة الإسلامية. جولة سريعة يعني عشان تعرفوا السلسلة يكون فيها بركة. خلينا نبدأ بالمسجد الأقدم في الصين، فأنا حأخذكم بجولة لطيفة جميلة هناك فوق. في مدري والله وش ذا، في معلومات شيء. أول مسجد في شرق آسيا، يعني مو بس أقدم مسجد في الصين، أول مسجد في شرق آسيا. هنا مكتوب أنه أقدم من 1000 سنة، لكن أنا أقول لكم أنه أقدم من 1300 سنة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا الدخول، يلا والله بسم الله وعلى بركة الله. حلو، شو منطقة سياحية. بسم الله، وش ذا؟ المسجد النموذج على مستوى البلاد. بسم الله وعلى بركة الله، تعالوا ندخل. ما شاء الله، ولا ندخل من هنا. تبارك الرحمن. حلو، مكتبة الجمعية الإسلامية. واو، هذا البيت اللي كنا عليه قبل شوي. ما شاء الله، ديم، وش ذا؟ تبارك الرحمن، هذا شكل بيت المسلمين. زين، السلام عليكم. السلام. تبارك اوفيس. بانكون شو؟ شوف مبحث ثقافة القومية خوي بغوانجو. ما شاء الله، طبعا ما يحتاج يعني الكاميرات في كل مكان عشان يحافظوا على المكان. دخلنا البوابة من هنا، اوكي، بعدين تيجي هنا. شوف هذه كانها كانت قلعة حقت مسلمين زمان،
بعدين تبدأ تدخل للبرح الداخلية حقت المسجد. وربي كبير، صندوق تبرعات إن شاء الله الحين نتبرع أنا معاكم. شو المسلمين، مصلى النساء، اللي يعرف بالله التفاصيل هذه يكتب لنا في التعليقات. في مسلمين هنا أتوقع أنهم من إندونيسيا معاهم دليل سياحي جالس يشرح لهم، فتعرفوا أنا مو جوي الدليل السياحي، فأنا أتمشى يعني بالله. اللي يعرف هذه التفاصيل ما أدري قصص ذكريات مسلمين قديما يكتبها. متخيلين أن هذا أقدم مسجد في الصين؟ ما أدري إيش هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، بعدين مكتوب خطبة ولا شيء، هذا كمان رخام، يمكن هذه التفاصيل قديمة مرة، مكتوب دروس دينية ولا شيء، عشان كذا شوف الجدار كلهم حافظين عليهم. هنا صالة الثقافة الإسلامية فيها صور وشرح، ايش حاطين؟ يمكن في مصاحف قديمة. اوه من مصر، جمهورية مصر العربية وزارة الداخلية، فمعطينهم شو اسمه ما ادري ايش هذا. لكن هنا مكان الصلاة، ايوه شوف صالة الصلاة. لحظة، صندوق التبرعات اللي يبغى يتبرع يسوي سكان للكود هذا بعدين يتبرع، يعني حق المسجد مو حق أحد شخصي، لا توهقونا. شوف صالة الصلاة ليه مقفلة؟ طيب ما شاء الله، هنا الملابس، هناك في مصاحف، المنبر. مع أن إلى الآن ما شفت مسجد سعد بن أبي وقاص. يمكن أنا جيت مسجد الأقدم في شرق آسيا لكنه ما هو مسجد سعد بن أبي وقاص. مسوي بحث متعب حالي، بالأخير جاي مكان غلط. هنا في ناس ساكنين فوق عندهم مطبخ خاص. يلا وش ذا، خلنا نقرأ. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من إيش؟ من آمن بالله واليوم الآخر. أنا عامل حسابي أن نروح مسجد سعد بن أبي وقاص اللي صار له 1300 سنة، فجينا مسجد آخر صار له أكثر من 1000 سنة وكمان محمي من ضمن الحكومة الوطنية للثقافية شيء زي كذا. فدين يعني قبل 1000 سنة الإسلام انتشر هنا بشكل كبير، بعدين حجم يعني. خلينا نروح على مسجد آخر صار 1300 سنة وهو المسجد حق سعد بن أبي وقاص والتفاصيل. ما أدري إيش اسم المسجد هذا يا أخي، بس غلط الله يسامح ويكيبيديا. إحنا في مسجد خواي شانس أوكي. إحنا في هذا المسجد، وأيضا يعرف بجامع بجامع وقاص أو جامع كانتون الكبير، لكن غلط هذا يا أخي. ويكيبيديا، شايفين الصورة؟ أوكي شايفين الصورة، هذا هو. أنا سويت بحث وتعبت عمري وجيت للمسجد هذا، لكن المعلومات اللي هنا غلط. يمكن الشخص هذا اللي اسمه بن وقاص سوى كذا مسجد، يعني هذا المسجد والمسجد اللي راح نروح حاليا اللي موجود فيه الضريح حقه. ما ادري والله، اللي يعرف يكتب لنا في التعليقات. ما حسوي بحث، سويت بحث طلع غلط. السلام عليكم، مكان الوضوء كيف؟ اوه هنا في بير، تطلع المويه في البير بعدين تعبي هذا الشيء، بعدين ما أدري تتوضى هنا ولا شيء. وعندهم هذه الشجرة اللي تعود عمرها 128 عام. ديم كيف ما طاحت هذه إلى الآن؟ شوف كيف مربطينها في كذا في حلق وحطين لها وتد. دين هذا المسجد الجميل الخفيف اللطيف اللي عمره من أكثر من 1000 عام في جنوب الصين. شارع لوك الجميل هذا المسجد يعني. وقف يا حيوان. كم دقيقة من هنا إلى هناك؟ 10 دقائق. كم كيلو يعني؟ كم كيلومتر؟ 2 كيلومتر. واو، من المسجد اللي صار له 1000 عام إلى المسجد اللي صار له 1300 عام المسافة 2 كيلو. واو، فيمكن الأخوي كانوا هنا متمركزين. مستحيل الصراحة مدخل مسجد كذا حديقة، بس خلنا نسأل. أبي وقاسة تنجم س، يقول ابتلسيدة روح يمين، إن شاء الله يكون صادق ما سلك لنا يعني. محطوط بانر والله، روضة أبي وقاص. تأسس المسجد عام 629، عاد لكم الحسبة. روضة أبي وقاص من هنا، فإن شاء الله حاليا راح ندخل الروضة أو الضريح ما أدري إيش هو، لكن أبغى أقول لكم كم نقطة. لحظة، شوف روضة أبي وقاص الإسلامية. وصلنا حاليا مسجد الصحابي سعد، مو سعد بن أبي وقاص بس أبي وقاص. ما ودي أحش لكن قاعد أدور أنا القبر. الشيء الجميل اللي لاحظته إنه مكتوب بالعربي كثير، ابتعد
شوف 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 ابتعد عن حشيش، لا تقرب على الحشيش رجاء. كل شيء بالعربي. اول نقطه مكتوب ايش؟ مقبره الصحابي اللي مو صحابي الى هنا، فخلنا نروح على مقبره الصحابي اللي مو صحابي. بسم الله. لوحه العفه التذكاريه جوسق ثلاث شهداء المسلمين. ما علينا، المهم هناك اتوقع القبور. يعني ايش يعني جوسق؟ جوسق ثلاث قبرات. واو. عشان اقول لكم المنطقه ثقافيه تاريخيه، هذه اللوح كلها قديمه مره، مو مره بس يلا خذوا خذوا. اذا حد يبغى يصلي هنا ولا شيء ناخذ حاجه الجي. ناخذ الله خان محمد حبيب بين بيابي يعقوب ابراهيم بن محمد صالح ولي محمد الويا. يمكن اسامي ناس اللي جو هنا زمان ولا شيء، لكن يعني معلومه مو مره دقيقه، بس باين انه انتشلوها من اماكن وجو حطوها هنا. ايش الكلمه اللي قبل شوي؟ شنفق اللي كانت على اللوحه هناك. شفق. شفق شنفق القبور. فبسم الله حاليا وصلنا على قبور المسلمين. السلام عليكم. ثلاث شهداء مسلمين. السلام عليكم دار قوم سابقون ولاحقون. بسم الله. الحين انا عندي سؤال. بسم الله. خرجت جدي اعوذ بالله، قاعد اتكلم اموات الله. هذا هل هم دفنوا هنا لكن حجم صغير، ولا اتوقع الضريح هذا كذا مسوينه كتصميم او شكل؟ عادي نمشي هنا صح؟ ولا يكون هنا كمان في قبور؟ لا 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 لا، في ثلاثة بس. بسم الله الرحمن الرحيم. باين القبور قديمة جدا. ليش هذا عليه لوحة حمراء؟ قماشة حمراء. الحين راح نروح على الضريح حق الصحابي بن وقاص اللي مو صحابي، اللي هم يقولوا انه صحابي. طبعا هذا المسجد فيه ضريح لشخص ينسب انه للصحابي سعد بن ابي وقاص، لكن الرواية الصينية تقول مع انها غلط ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسل اربع مبشرين او اربع اشخاص ينشروا الاسلام، ومنهم على حسب الرواية الصينية انه كان منهم سعد بن ابي وقاص، وهو اللي بنى المسجد وهو اللي دفن هنا، والضريح الموجود اللي يتباركوا فيه بعض المسلمين هنا الله يهديهم ينسب الى الصحابي سعد بن أبي وقاص، وهذه المعلومة غلط 100%، لأن قبر الصحابي سعد بن أبي وقاص في المدينة في البقيع. لو تفكر فيها كذا من منطق شوية، صحابي من أوائل الناس اللي دخلوا الإسلام والمبشرين بالجنة، ليش يدفن في الصين؟ روضة بن وقاص أتوقع أغلب اللي صلوا هنا الجمعة وجو هنا شافوا كيف المسلمين بعضهم الله يتباركوا فيه كذا، يعني شغل الشرك والعياذ بالله. جاهزين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. روضة أبي وقاص. طبعا وقت فاتح باب الروضة منطقة سياحية، ما طقوا لكم بال لا ديني ولا شيء. السلام ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العلي العظيم. شوف شغل البوذيين اللي تولع بخور. أنا ما انتبهت إنه خارج الضريح فيه قبور مرة كثير. لاحظت ان ما بيمشوا، يعني اللي بدخل هنا بحبي كذا. ايش مكتوب من برا؟
أنا والله مصدوم الحمد لله. يمكن هذا أكثر شيء شركي أشوفه في حياتي في الصين من المسلمين. عجيب. لما دخلنا كان في ناس جالسة تصلي القبلة على القبر. غير كده هذه البنت اللي قبل شيء قاعدة تعيط تبكي. لاحظت شيء، يدخلوا من هنا أول ما يدخلوا يجلسوا على ركبهم، بعدين يعني القبر كذا مستطيل يبدأ من هنا يصير يتكلم، ما أدري إيش يسوي، بعدين كذا يصير يلف على القبر شوية شوية شوية، ما أدري إيش هيفرق. الدعاء عند الرأس غير عند الرجل. يمكن أسوأ شيء الديزاين تبع القماش هذا. قررت شيء، حشيل كل الأكواد اللي صورتها حقت التبرعات. شوفوا لكم مكان ثاني تبرع فيه. هذا الضريح أوكي، تطلع من الضريح تيجي هنا، شوف شوف القبور، ما أدري إيش مشكلتهم مع الألوان أو ترتر اللمعة هذه كلها قبور. السلام عليكم درخان من تسابقنا نحن. هنا أسامي الناس اللي ميتين، الله يرحم الجميع يغفر لهم، مسلمين إن شاء الله طيبين، الله يرزقنا يعني الجنة وهم نشروا الإسلام يعطيهم العافية. بس الشيء اللي قاعد يصير مرة غلط. شوف سلامات، وش القبر اللي كان قبة الصخرة؟ والله صدمت. كنت أشوف العرب اللي يجي هنا صلاة الجمعة ويصوروا، اللي أشوف أن الناس كذا يتباركوا في القبر كذا خلاص، لكن جينا وقت فراغ يا حبيبي الناس جالسة تصلي والناس جالسة تبكي والناس جالسة تدعي. وبالأخير هذا مو قبر الصحابي سعد بن أبي وقاص، نقطة سطر جديد، لكن زي ما قال أيوب قبل شوي بزنس. لا شيء صح؟ مشانا طح القبر الفقيه الكريم الحاج مسويين كأن اللي في الداخل اللي داخل الغرفة هذا قبر يعني النبي والرسول والصحابي، واللي حوله كذا ما علينا، توكلنا على الله الحمد لله. تبرعات نسأل الله السلامة. كل شيء غلط هنا. أغلب العرب اللي في جوانزو في التحديد، ونسبة العرب في جوانزو مرة كبير، يصلوا في هذا المسجد. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والهداية. أنا مصدوم الحمد لله. حتى اللي قبل شيء ما أدري كيف يصلوا، كانهم كوربلينج. استغفر الله ما شاء الله. كل شيء غلط هنا. الحمد لله إن واحد ولد ونشأ وتربى وترعرع من وجهة نظري في بيئة مسلمة إسلام من وجهة نظري صحيح. الحمد لله ظهر وعصر جمع وقصر، الحمد لله على التيسير والتسهيل. زبدة، شفنا أقدم مسجد أو أول مسجد في الصين. حاليا قبل ما تبدأ الرحلة ونسافر أبا أوريكم طرق الدفع الحديثة اللي موجودة في الصين. رسميا طلعنا من مسجد من مدري إيش، خلينا بالدفع. وصلنا 7-11 وبكل فروع 7-11 في جنوب الصين. هذه الطريقة اللي الحين راح نشوفها متوفرة، شمال شرق غرب. إلى الآن ما وصلوا من هذه التكنولوجيا، فحنا في العالم الأول هم في العالم الثالث. تدخل سوبر ماركت تشتري أي شيء، أوكي شرينا شيء، تعال أحدث طريقة في العالم تسوي سكان. أوكي سويت سكان، بعدين قرب وريهم إيش مكتوب هنا. مكتوب الفاتورة، بعدين تعال شوف هنا، هنا مكتوب ادفع ببصمة اليد. بعد ما تسوي كذا أوكي شوف هنا، شوف شوف صورتي اندفع كده، دفعنا ببصمة اليد بسم الله. وبس حاليا على المطار، الحمد لله وصلت المطار. لكن دامي وصلت خلني أوريكم الشيء الحديث هذا حق الصين. شوف تيجي هنا يسوي سكان على وجهك 3 ثواني، بعدين الحين يطلع لك الرحلة. شوف أنا الحين مسافر من غوانزو إلى شينيان. يا وقت الحمد لله، شنطتها أكبر منها بسم الله. الحمد لله وصلنا على المطار. لحظة خلاص تسكت دي. الآن إن شاء الله سوف نطير 2300 كيلو من جنوب الصين إلى شمال الصين. وعشان نكون صريح ودقيق، المفروض حاليا أشرح لكم السلسلة وإيش راح نسوي أنا وإنتم، لكن بما إني تعبان كذا فخلني لما أوصل هناك إن شاء الله وحأشرح لكم كل شيء. 500,000 خطوة في الصين. ما راح تكون فيديو متسارع 20 دقيقة إني أنجز 500,000 خطوة وخلاص، ستكون ضمن محتوى يستاهل وقتكم بإذن الله. الأساس راح يكون محتوى سفر وأكل وتجارب وكل شيء، لكن المظلة الأساسية 500,000 خطوة في الصين. وبعد إنجاز كل 100,000 خطوة راح يكون في شيء، مثلا أخلي متابع يختار المدينة القادمة. ولهذا السبب أنصحكم تتابعوني على السناب شات هنا ولا هنا ما أدري، والإنستغرام، لأنه راح أكون متفاعل
على الفترة القادمة جدا على السوشيال ميديا، يعني خلف الكواليس ايش الفيديو القادم كله راح يكون يتصور على سناب شات، بعدها بيوم يوم يخلص المونتاج راح ينزل في اليوتيوب. فاذا تبغى تشوف اول باول التفاصيل تابعني على السوشيال ميديا. نقطة اخرى، راح اتابع التعليقات يوميا باذن الله. اذا شفت التعليقات انه جميل كمل راح كمل، اذا شفت تعليقات لا فكرة سيئة محتواها وقف راح اوقف على طول، لان الاساس يعني انتم وش الفائدة اسوي محتوى انا عجبني وما يعجبكم، بس ان شاء الله راح يعجبكم. اخر نقطتين ونختم الفيديو ان شاء الله. في مجال البزنس اذا عندك فكره جديده مشروع جديد ما تروح تطبقه بشكل كبير بالبدايه، اول شيء تسوي ميني بزنس كذا، تشوف اراء الناس، تجرب هل تشوف انه يمكن انه هذه الفكره تطبق ولا لا. فهذه السلسله ومهما تشوفوا فيها باذن الله فهذا تست. والنقطة الأخيرة، لأنه أتوقع أنه راح تتكرر الفترة القادمة كثير، أنه شادي كيف تسافر لحالك، كيف تروح مطاعم لحالك، بلا 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 بلا. أولا أنا بنيت كوميونيتي خاص فيي على السوشيال ميديا، فيوم أنا أروح مطعم أوكي جالس لحالي، لكن أعرف فيه 10-50 ألف شخص راح يتفرج، في منهم يمكن 10 آلاف شخص يتفرج يوميا وزي كذا. فأنا أشوف الكوميونيتي اللي على السوشيال ميديا حقي يستاهل أنه أنا أروح أسافر وأتعنى وأجرب. في البداية إذا كنت بروح شيء ولا بسوي شيء دائما أسأل الناس تعالوا يلا يلا، لكن تحس إنك مرتبط بمزاج الآخرين. لين وصلت الى مرحله ما عندي استعداد اسال شخص ها نروح كافي نشرب ولا لا، انا بروح. تبغى تيجي حياك الله، ما تبغى تيجي الطقاق اللي طقك لا تيجي. كذا نسيت نقطه يا اخي، كيف 500 الف خطوه في الصين راح تكون 20-30 فيديو لكن ضمن المحتوى، فكيف؟ ان شاء الله الفيديو القادم حسافر من هنا راح اروح مدينه، فراح ابدا احسب الخطوات من البدايه للنهايه، فلين نتم ال 500 الف خطوه 20 فيديو 30 فيديو فيديوهين ما ادري فهمتوا ولا ما فهمتوا. حتى لو ما فهمت ترى مو مهم، يعني ما هي فكره انه لازم تفهمها، انا بالشرح سيء ولا قدني الحين بروفيسور. السلام عليكم، نشوفكم الفيديو القادم اللي راح ينزل بكره بعده. الفتره القادمه ما في الا طحن محتوى، فمان الله.